ونعود مرة أخرى إلى فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتنضم إلينا للمزيد من المتابعة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، الجديد لديك حول فعاليات اليوم الأول من المؤتمر؟ بعد التحية، بالفعل نتابع معكم فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي كما ذكرت يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينطلق تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي. هذا الأسبوع يقام بمشاركة واسعة. نحن نتحدث عن 16 وفدا وزاريا، وأيضا نتحدث عن 54 وفدا يعني دوليا، إلى جانب أيضا 66 منظمة دولية تشارك في هذا الأسبوع بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك. إذا تحدثنا عن الفعاليات فهي كبيرة ومتنوعة على مدار الأسبوع، وعلى مدار فعاليات أسبوع المياه في أو أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ما بين جلسات رفيعة المستوى وورش فنية ومعارض، وأيضا مشاركات من متحدثين دوليين، إلى جانب تقديم أبحاث علمية من خبراء في مختلف المجالات التي تتعلق بالمياه. إذا تحدثنا عن سبيل المثال، وليس الحصر عن هذه الجلسات التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، فستعقد جلسة هامة تحت عنوان الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناطق الندرة المائية، والتي بتهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. أيضا من ضمن الجلسات المهمة، ونتحدث قبل أسابيع من انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27، فهناك جلسة للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه. هذه المبادرة التي سيتم إطلاقها في مؤتمر المناخ القادم. أيضا هناك عدد كبير من المؤتمرات العلمية التي ستنظم على هامش الأسبوع، والتي تحتوي على أنشطة فنية في محاور الأمن المائي والتغيرات المناخية والاستعداد لإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ. أيضا سيتم إطلاق معارض وأيضا يعني منتديات بحضور طلاب وخبراء من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية وأيضا الدولية. بشكل عام، هذا المؤتمر هذا الأسبوع هو أسبوع مهم جدا فيما يتعلق بقضية المياه وأيضا المناخ، لأنه بيهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وأيضا تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في مواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. وبيأتي أيضا هذا الأسبوع في إطار اهتمام الدولة بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية، ونحن على مشارف كما ذكرت مؤتمر المناخ كوب 27. يعني الفعاليات بدأت منذ الصباح، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون بعد ساعة تقريبا، وسيكون بحضور كبير من وزراء الري يعني في مصر بالطبع، وفي أيضا المناطق وفي القارة الأفريقية يعني. وسيكون هناك كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه. كان هذا كل ما لدي حتى الآن، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.